ديالي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه ديال الكيك جينواز اللي بسيطه بزاف بزاف، مكوناتها بسيطه وفي متناول الجميع. يلا غزاله ديالي تبعوا معايا الفيديو كيف العاده، وما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس، وما تنساوش تخليوا لي التعليق ديالكم كيف العاده. يلا غزاله ديالي على بركه الله. كنحتاجوا 4 ديال البيضات يكونوا في درجه الطبخ، و200 غرام ديال الفرينه الدقيق الابيض الممتاز ديال الحلوه، وكنحتاج كذلك 200 غرام ديال السكر سنيده او سكر الخشن، وكنحتاج كيس من خميره الحلوه وملعقه صغيره من سكر الفانيلا. يلا غزاله ديالي كناخذ البيض ديالي هو الاول كنفرغو. بسم الله. في اي اناء غادي تحتاجوه اللي باش نطربو فيه البيض ديالنا، كتجي رائعه البنات هذه الكيكه وغزاله وبسيطه، يعني يمكن اي واحد انه يجربها وكتنجح معنا. بالنسبه للناس اللي دائما كيديروا الكيكات وما كيصدقوش معاهم كتنجح، كتجي رائعه بزاف بزاف. غير باش تنجح معنا ويطلع لينا يعني لا كريم ديالنا خصنا يكون الفوي اليدوي ما صالحش لينا، غادي نديرو الطراب الكهربائي وغادي نضيف. بالنسبه للنكهه ديال الفانيلا يعني كتبقى اختياريه كل واحد وعلى حساب الرغبه ديالو. انا هنا غادي نضيف غير معلقه كيف ما كتشوفوا، ومن بعد كنضيف قبيصه ديال الملحه لتصحيح الذوق. عينكم ميزانكم كيف ما كنقولوا. ودابا غادي ناخذهم باش نطربهم بالطراب الكهربائي. صافي البنات، هنا درنا 4 ديال البيضات وملعقه صغيره ديال السكر الفانيلا وقبيصه صغيره ديال الملح، غادي نطربهم غير شويه. صافي الغزالات كيف ما كتشوفوا طربنا البيض غير واحد شويه، ومن بعد غنضيف عليه 200 غرام ديال السكر سنيده وغادي نطربوا تقريبا لمده واحد 10 دقائق ونكونوا زايدين في السرعه ديال الطراب ديالنا. كيف ما كتشوفوا دابا كنحصل على هذا الشكل، هذا البيض ديالنا هو الضعف وبدا كيعطينا الشكل الكريمي. دابا غادي ندوزو باش نضيفوا ليه 200 غرام ديال الدقيق الابيض اللي بقى لنا. صافي غزاله دابا غادي ناخذ 200 غرام ديال الدقيق الابيض وغنضيف عليها خميره الحلوه. بالنسبه للدقيق راه مغربل من قبل، وغادي نضيفو على البيض ديالنا غير شويه بشويه. بالنسبه الطريقه ديال التحراك كنبدا من التحت وكنطلع باش ما كيهبطش لينا البيض ديالنا غير شويه بشويه. كنتمنى تجربوها كتجي رائعه. كتاخدش معانا وقت كتير يعني دغيا كتوجد لهنا. جاتني شلت Alright, alright.
وصافا غزالات كيف ما كتشوفوا كنحصلوا على هذا الشكل هكا ونخلطوا غير بشويه باش ما ينزلش لينا البيض ديالنا، يعني يبقى شاد راسه غير هكا بشويه. وتنتاكدوا مزيان بلي ما بقاش لينا الدقيق، حيت ما حنا كنحركوا الدقيق كيتجمع لينا في الوسط. وصافي دابا غادي نخليها في الجانب وغندوز باش ندهن المول ديالي. كيف ما كتعرفوا كندهنوا بالزبده وكنرش عليه القليل من الدقيق وكنفرغ فيه الخليط ديالي. صافا غزالات، من بعد ما دهنت المول ديالي كيمولفين، دابا غادي نفرغ الكيكة ديالي او العجين ديالنا هاد لاجينواز هكا، ودائما نعليو يدينا باش يهبط متساوي. وبالنسبه للفران انا شعلته مقبل غير واحد شويه لما يدفى، وغادي نخليوها تقريبا مده نصف ساعه، ما نحيدوهاش داك الساعات منين نطفيو عليها الفران، نخليوها واحد دقيقه في وسط الفران باش ما كتوليش تهبط لينا. المهم انا غتاخد معايا نصف ساعه ديال الطياب، وعلى حساب كل واحد ودرجه الحراره ديال الفرن ديالو. صافي غزالات، دابا انا غادي ندخلها للفرن ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي وطريقه التزيين. وصافي غزالات ديالي، دابا كيف ما كتشوفوا معايا الكيكه ديالي هي وجدات، هانتوما كما كتشوفوا كتجي مفشفشه وغزاله وكتاخذ هذا اللون الذهبي، كتجي رائعه كيف ما كتشوفوا معايا. غير ملي نطفيو عليها دوز داك 30 دقيقه في الفران ديال الطياب، ملي نطفيو عليها نخليوها واحد 5 دقائق ولا في وسط الفران ومطفي باش ما كيتهبطش لينا، باش كتبقى شاده راسها وكتجينا في هذا الحجم هذا اللي كتشوفوا معايا، كتجي غزاله بزاف بزاف. كنتمنى لنا الاعجاب ديالكم. المهم البنات، دابا انا غادي نخليها ترتاح على ما تشد راسها مزيان وتبرد، ومن بعد غادي ندوزو باش غادي نقطعها وندوزو باش نزوقوها ونوجدو لاكريم ديالنا. ما تمشيو فينا غزالات وغزالات ديالي عفوا، وكنتمنى تخليو لي لايك قبل ما تساليو لا فيديو، ومرحبا بكم معايا من جديد. ودابا غزالات ديالي خديت كاسرونه درت فيها كاس ديال الماء، وغادي نضيف عليها ربع كاس ديال سكر سنيده، وغنضيف عليه داك المتبقى ديال الفاني اللي بقى لي، باش غادي نصاوب السيرو اللي غادي نسقي به الجينواز ديالنا. هاد الخطوه ضروريه باش الجينواز كتبقى يعني فتيه، وكتساعدنا يعني باش ناكلوها غير هكاك بالمعلقه، كتجي فتيه غزاله بحال ديال المحلات الكبرى. اليوم غادي تصاوبيها غير في دارك كتجي هائله. وصافي دابا غادي نخليه حتى كيغلي مزيان وكنحسو به بدا كيتعسل، وغنخليه في الجانب وندوزو للخطوه المواليه. يلا غزالات، وصافي دابا من بعد ما بردات لينا الجينواز ديالنا غادي ندوزو باش نقطعها. انا هنايا غادي نديرها على 3 ديال الطبقات، نتوما الطبقات كيبقى عندكم اختياريا، غير قبل ما كنحلوها بالموس كنطراسيو الطبقات بشويه، كنديروا الخطيط هكا من الفوق وخطيط واحد اخر من تحت منه، ومن بعد كنديروا الطريقه اللي كتشوفوا معايا في لا فيديو. غادي نطراسي هكا غير الجوانب، ما ندخلش الموس حتى لداخل، غير هكا الاطراف، ومن بعد غادي نوريكم الطريقه اللي فريمون سهله وكتقطع لينا يعني لا جينواز بلا ما كتهرس لينا بلا حتى شي حاجه. صراحه عفوا كتجي هائله. غادي نحاولوا اننا نعطيوها الخاطر البنات، ونحاولوا الموس يكون عندنا ماضي شويه باش يساعدنا في التقطاع، يعني ما نحاولوا ما نهرسوهاش حيت هي فتيه لواحد الدرجه ما كتصورش. ملي غتجربوها غادي تجربوا يعني كيفاش خاصنا نتحكموا فيها. انا هنا قطعت الطبقه الاولى يعني غير تراسيتها، ودابا كنتراسي الطبقه الثانيه، ومن بعد غادي نجيب واحد المكون اللي اساسي وخطير صراحه، فكره رائعه وسهله بزاف بزاف، يعني تقدروا تجربوها يعني ديريكتومون الا كنتو غتقسموا الكيكه غير على جوج، يعني بلا ما تحتاجوا انكم ديروا الموس هكا في الاطراف. صافي انا هنايا كملت القطعه الثانيه،
كما كتشوفوا معايا، يعني غير من الاطراف، ما دخلتش حتى الوسط ديال الكيكه، غير في الاطراف. وهنايا غادي ناخد خيط، غادي نحاول انني ندير الخيط طويل شويه وندوبلو على جوج باش ما يتقطعش ليا ونعرف نتحكم به. صراحه هذه الخطوه رائعه، ما كتخليش نهائيا ان الجينواز ديالنا تفتت وكتقطع متساويه من الوسط. غادي نحاول انني ندخل الخيط في داك البليصات اللي تراسيتهم بالموس، غادي نحاول ندخلهم مقادين باش ما نفتتش شي بلاصه اخرى. نحاول الخيط يكون غليظ شويه باش يساعدني. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحاول انني ندخلو في داك التراساج عفوا اللي درت بهاد الطريقه، غير بشويه، ونحاول انني نلاحظ في الجوانب كلهم، وغادي ندير بحال اللي غادي نعقد بهاد الطريقه على شكل في، غادي نعاكس الخيوط مع بعضياتها بهاد الطريقه، وغادي نمشي كنجر كنحاول بحال اللي غنزير داك العقده، كتقطع بسهوله ومتساوية في نفس الوقت. وصافي دابا الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا كتجينا طريقه سهله وكتقطع لينا متساويه، ما كتجيش جهه طالعه وجهه هابطه. يعني واخا نعيا ونحضيو بالموس وغنقولوا ما غاديش نضيعوها، ضروري ما كتضيع شي حاجه. ودابا غادي ندير نفس العمليه للطبقه الثانيه. نحاول نتحكم في الخيط، ما نخلي ان الخيط يتقطع ليا اولا شي حاجه باش ما نهرسش لا جينواز، نتحكم فيه مزيان، نشدو بين صباعي عاد نجر مزيان، نحاولوا ما امكن يعني هكا يكون شي حد معنا اللي يشد لينا الاناء اولا نكليوها بالحيط كيف ما دايره انا، ونجر الخيط مزيان بحال اللي غنحل داك العقده اولا غادي نزيرها باش تنجح معنا هذه الطريقه. وصافي دابا انا قطعت القطعه الثانيه، وغادي ندوزو دابا باش نديرو السيروم في الكيكه ديالنا او الجينواز. وبالنسبه للسيروم اولا يعني السقيه اللي كيف ما كنقولوا اللي غادي نسقيو بها الجينواز ديالنا، كتجي على هذا الشكل هذا، يعني خاتره شويه، ضروري البنات اننا نديروها. بالنسبه لاجينواز ديالنا البنات، بالنسبه للكيكه اللي كتكون مثلا مجموعه الوجه ديالها الفوقاني كنردو هو التحتاني، وطبيعة الحال الطبقه الوسطانيه كتبقى في بلاصتها، غير الطبقه السفلى والطبقه الفوقانيه الواجهه كنحاولوا اننا كنهضر في نفسي باش كنلصق. ودابا غادي نخلي الكيكه ديالي في جنيب، وغادي نجيب هاد لا كريم السائله اللي فريمون غزاله بزاف بزاف. انا هنا خديت ديال ليترو، كتجي زوينه وكتساعدنا اننا نطربوها. هنايا راه تجمدات معايا صراحه بزاف، نسيتها في المجمد، داكشي علاش غادي نحاول هكا نفتتها اولا نديرها في حمام مريم باش تسلق شويه، هي خصها تكون بارده بزاف، يعني شحال ما بردات كتساعدنا وكتطلع لينا لا كريم ديالنا، كتجي هائله وكتساعدنا انها تخرج من داك لابوش او الجيب الحلواني. انا هنا غادي نحلها ونديرها في الاناء اللي غادي ندير فيه اللي غادي نطربها فيه مزيان باش نطلع لا كريم، ونحاول انني نفتتها شويه بمعلقه اولا، المهم غادي نحاول ندير ليها شي طريقه. هي من الاحسن انها تكون بارده، يعني بحال اللي يلاه غتبدا دير الثلج داك الساعه غادي نجبدوها ونحضروها، ما نخليوهاش نهائيا في فوق سطح المطبخ اولا في سطح العمل اولا يعني في الثلاجه، غير من التحت من الاحسن انها تكون في المجمد باش كتنجح معنا وكتساعدنا اننا نخرجوها في لاجينواز مزيان. انا هنايا غادي ناخد تقريبا واحد ربع كاس، غادي نخليه في الجانب، غادي نحتاجو حتى هو للتزيين، يعني ما غاديش نطربو، غادي نخلي هكاك الكريم سائله، غادي ناخد منها تقريبا ربع كاس. بالنسبه لهنايا لا كريم السائله ديال اولالا، صراحه ديال الماركه اللي كتعجبني وكتصدق معنا مزيان، يعني عفوا
كتشد معنا الوقت بزاف في التطراب، يعني نحاول نعطيوها تقريبا واحد 10 دقائق او اكثر حتى نحسوا بها بدات كتعقد لينا مزيان. انا هنا غادي نحاول انني نفتتها بالمعلقه بهذه الطريقه غير باش تساعدني انه يدور فيها الميكسور، ومن بعد غادي ندوز معكم باش نوريكم كيفاش غترجع معنا. الصراحه كيجي مذاقها هائل وعندها استعمالات يعني عديده، وكذلك النكهات كتبقى اختياريه، تقدروا تضيفوا لها اي نكهه او اي لون نتوما كتختاروه. ودابا صديقاتي كيف ما كتشوفوا انا حاولت انني نفتتها شويه او ندوبها شويه بالمعلقه، ودابا اجيو نخدمو شويه ديال الكتاف حيت فريمون كتعي الكتاف وكتشد الوقت بزاف بزاف، ولكن كتعطينا نتيجه هائله. بالنسبه للاول يعني كيف ما كتعرفوا كانت نبداو بالتراب يعني غير في الدرجات الاولى، ومن بعد ما كنحسوا بها يعني تلقات لينا كنزيدوا في سرعه الخلاط وكنعطيوها وقت بزاف بزاف، يعني خصها بزاف ديال الخاطر باش نعرفوا بلي الكريمه ديالنا نجحت معنا. كتبقى تشكل لينا واحد الخطوط يعني في ما دوزتي التراب وهو كيدور كيشكل لك واحد الخطوط، ومن بعد ملي كتعقد لينا مزيان كتبقى كتفرق. انا غادي نحاول نشارك معكم الشكل النهائي ديالها باش تعرفوا بلي الكريمه صافي راها وصلت يعني للشكل اللي حنا محتاجينه، غادي تبان لكم في الاخير. ودابا غزالات غادي نكمل بنفس الطريقه ونرجع معكم باش نشوفوا تتمه الفيديو. ودابا حصلت على الكريمه اللي انا محتاجاها، صراحه الحجم ديالها ضعف بزاف بزاف كيف ما كتشوفوا. انا صراحه باش كنعرف بلي الكريمه راها وصلت يعني للحد اللي انا محتاجاه كندوقها كتحسي بها بلي جاريه في الفم ديالك، يعني ملسه بزاف دغيا كتذوب، اما ملي كتشد راسها وكتعقد صافي كتحسي بها بلي ثقيله في المذاق ديالها. انا دابا غادي نردها للمجمد، غادي نحاول نغطيها بابي سلوفان وغادي نديرها في الثلاجه شويه باش تشد راسها. بغيتو منين تخرجوها توليو ديروا لها تعاودوا تطربوها واحد شويه غادي يكون افضل، ما بغيتوش تقدروا تكتفيو بداك الحجم او بداك الكميه اللي حصلتوا عليها. ودابا الغزالات ديالي غادي نحاول انني نهز طبقات ديال الجينواز ونرد الطبقه السفلى هي الفوقانيه والطبقه الفوقانيه هي السفلى باش غادي نسقيهم بالسيروم ديالنا ونبدا ندير لهم لا كريم اللي وجدنا. وصافي غزالات ديالي كيف ما كتشوفوا من بعد ما خالفت الطبقات والسيروم ديالي هنا يبرد، غادي ناخذ شيتا ونحاول انني يعني نسقي الطبقه الاولى والطبقه الوسطى نسقيهم مزيان مزيان وخصوصا الجوانب ديالها باش ما كيبقاوش لينا، حيت هي جايه شويه بحال اللي مقرمله باش ما يبقاوش لينا مقرملين، نحاول انني ما نخلي حتى شي بلاصه نسقي جميع الاماكن. وصافي من بعد ما سقيت الطبقه الاولى دابا غادي ناخذ لا كريم ديالي من المجمد وغادي نحاول نفرغها شويه بشويه. نحاولوا اننا ملي نكونوا كنسرحوها بداك لاباتول ولا بمعلقه او باي حاجه عندنا غير نجروها غير بشويه حيت لاباط فازقه، وملي كنجروها كتبعنا لاباط ديالنا، يعني نحاولوا ما امكن نحاولوا عليها نجرو غير بشويه حيت راكم عارفين عفوا بلي الجينواز كتجي فتيه بزاف ولا تزدنا سقيناها كتزيد تفرتت لينا. غادي نحاول انني نسرح الطبقه الاولى غير بشويه. المهم غزالات ديالي غادي نخليكم تشاهدوا معايا الطريقه ديال التزيين اللي غادي ندير، بالنسبه لكم نتوما الطريقه كتبقى اختياريه، انا فقط شاركت معكم المكونات والطريقه الصحيحه ديال تحضير لا جينواز، اما التزيين كيبقى اختياري. وبطبيعه الحال ما نخافش عليكم، تبارك الله ما شاء الله كلكم حادقات وكلكم كتخترعوا الحوايج اللي ما يعني الافكار ديالكم كل وحده فكرتها بوحده، ما كايناش شي وحده عندها نفس الفكره. بالنسبه للفكره والتزيين اللي غادي نضيف انا في هاد لا جينواز غادي نديرو مناسبه بالاحتفال الوصول ديالنا ل 1000 ابوني
وهذا كان فضل كبير من عند الله ومن عندكم، وكنبغي نشكركم بزاف 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 عليه. واليوم ان شاء الله غادي ندير كيكه، غادي نحاول انني نديرها نحتفل بها في نفس اليوم ديال العيد الميلاد ديال ولدي نزار. غادي نجمع الفرحه في جوج فرحات ان شاء الله يا ربي. كنتمنى ان الفيديو يكون زوين وخفيف على قلوبكم، وكنتمنى تخليوا لي التعاليق ديالكم واراء ديالكم، وكنتمنى ان الاعجاب ديالكم تزيين اللي غادي ندير اليوم. المهم الغزالات، انا غادي نخليكم تشاهدوا تزيين وتعطوني رايكم في الاخير. وصافي غزاله ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما كنغلف لا جينواز ديالي بلا كريم كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندخلها المبرد باش تشد شويه راسها، ومن بعد غادي نكمل ليها التزيين ديالنا. غير ما ننساوش اننا ملي نكونوا كنديروا لا كريم ما بين الطبقات ديال لا جينواز نديروا بحساب نخليه شويه باش نزوقوا بلا بوش ديالنا، يعني ما نديروش كلشي، نعزلوا شويه في اناء باش نتزوق. وبالنسبه للتتمه ديال الزين، انا هنايا خديت الشوكولاته البيضاء، كتبقى خطوه اختياريه. غادي ندف عليها نصف كاس اللي خليت ديال الكريمه السائله، خصها تكون حتى هي بارده، وغادي نديرها في حمام مريم. بالنسبه لهذه الخطوه كتجي جميله بزاف بزاف، ديال اننا ندمجوا ما بين الشوكولاته ولا كريم السائله. منين كيجمد لينا داك الشكلاط فوق لا جينواز كيجي هائل بزاف. وصافي صديقاتي كنحصلوا على هذا الشكل هذا، كيجي خاطر وثقيل واحد شويه. دابا انا غادي نضيف عليه هنايا وهذا الملون الغذائي اللون الاحمر باش نحصل على الشكل ديال اللوغو ديال اليوتيوب. غادي نحاول يعني نضيف، صراحه ما بغيتش نكثر منه بزاف، خفت لي يبدل لي المذاق ديال الشوكولا. داكشي علاش غادي ندير يعني غير اللي يكفيني، واخا ما يكونش اللون احمر 100%.
غادي نحاول انني ندمج اللون مع الشوكولاته حتى نحصل على اللون اللي انا باغياه. وصافي صديقاتي، من بعد ما شدت راسها لاكريم ديالنا وانا حضرت الشوكولاته باللون اللي انا محتاجه، غادي نحاول انني نشكل دموع على الجوانب ديال لاجينواز بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. غادي نحاول انني نفرغها غير بشويه. بالنسبه للوسط غادي نحاول نخوي غير شويه بشويه باش ما يزيدوش يتغطاو ليا الجوانب ديال لاجينواز. وكذلك انا عنيا كنقول لكم هذه خطوه اختياريه، تقدروا ديروا اللمسه ديالكم اللي نتوما كتفضلوها واللي نتوما مرتاحين فيها. وصافي صديقاتي، من بعد ما كتشد راسها كنقدموها بالصحه والراحه وكنهديها لكم بمناسبه الوصول ديالنا ديال 1000 مشترك. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف ولهلا خطاكم عليا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وكنتمنى انكم تجربوا الكيكه ديال لاجينواز اللي شاركت معكم اليوم، بصراحه كتجي هائله وكنفرحوا بها كذلك وليداتنا وبلا ما نحتاجوا اننا نشريو من المحلات.
مهم الغزالات ما نطولش عليكم، واخا ان الفيديو ديال اليوم كان طويل بزاف بزاف، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، وبسلامة عليكم.